كده مع الاسماعيلي طبعا اللي هو يعني بيمثل بالنسبه لنا الكوره الحلوه. كابتن سعفان صباح الفل. كابتن سيف ازاي حضرتك؟ اخبارك يا كابتن؟ الحمد لله تمام يا كابتن. كله زي الفل؟ زي الفل الحمد لله. ابتديتوا التمرين؟ كان اول تدريب النهارده لينا ان شاء الله الساعه 5. طب الحمد لله. اخبار المساحات ايه عندكم؟ كويسه الحمد لله كلها طلعت تمام، بس في يعني حالتين عندنا والحالتين بصات جدا، واخدوا عندي عزل منزلي دلوقتي واخدوا الدواء، وان شاء الله في مسحه ثانيه يوم الاثنين ان شاء الله باذن الله. كابتن يعدوا على خير، مش عايزين نقلق الناس، وان شاء الله الامور تعدي كلها على الف خير باذن الله ان شاء الله يا رب يا كابتن. احساسك ايه يا كابتن بقى بالاجراءات الجديده اللي هي يعني انت اول تمرينه دلوقتي في الاجراءات الوقائيه الجديده، يعني في وجود الفيروس ده اكيد الامور صعبه ومفيش غرفه خلع ملابس، اكيد التمارين برضو مختلفه، مفيش احتكاك، حاجات كتير، ولا انت على قديمه؟ لا مش على قديمه. هو النهارده طبعا مفيش اوض مقفوله، مفيش اجتماعات، كل الكلام كان في الملعب، في تباعد. انا حتى كمان النهارده لبست جوانت زي حراس المرمى طبعا عشان البس الكوره معاهم واشتغل بالكوره معاهم. قبل ما نخش الملعب اللعيبه كلها عدت على مقياس الحراره، وكلهم حالتهم زي الفل الحمد لله، والمطهرات في الملعب، ففي تغييرات كتير، ويا رب نفضل على كده كابتن سيف. موضوع البوص والاحضان والحاجات دي احنا عندنا في مصر، لو انا كنت قاعد مع حضرتك مثلا الساعه 9 بالليل في مكان وقابلتك بعدها بساعتين هبوسك واحضنك. احنا عندنا الموضوع ده المعزه زايده، المعزه زايده يا كابتن. لا يا ريت بقى الموضوع البوس والاحضان ده احلى حاجه، سلام الكتف دلوقتي والله. ان احنا كلنا نسلم على بعض بالكتف يا رب دايما. صوتك ليه مش حلو؟ متضايق من حاجه؟ لا خالص والله، لا خالص. انا بصحى الصبح بس معاك ببقى فايق، انما دلوقتي يعني ايه بالليل، بالليل ما بقاش فايق زي الصبح. ماشي يا كابتن، مش مشكله نبقى نكلمك بدري، بس هنعمل ايه، بنطلع 11. تشرف اي وقت، تشرف اي وقت يا كابتن. ربنا يخليك. اكيد يا كابتن عوده الكوره برضه عامله لكم حاله معنويه كويسه، ولا حضرتك شايف المشهد ازاي؟ لا هو عندنا اللي طبعا فرحانين جدا ومبسوطين جدا كجهاز ولاعيبه واداريين وكل حاجه بعوده النشاط، لان دي برضه حاجه يعني احنا محرومين منها بقالنا 4 شهور، وده دخل لينا كلنا، للعيبه والمدربين والعمال. حاجه جميله وحاجه بقالها فتره، والحمد لله يعني يا رب بس تفضل كده على طول، ومن غير اصابات ومن غير ما حد يحصل له اي حاجه، لان صحه البني ادم برضه فوق كل شيء يا كابتن سيف. يا رب ان شاء الله يا كابتن تكون فاتحه خير، ويكون اللي جاي ان شاء الله باذن الله افضل، ويكون عوده الحياه. يعني بالنسبه للناس الكوره هي الحياه، فان شاء الله باذن الله تكون عوده الحياه، وان شاء الله بالاجراءات دي الامور تعدي على خير يعني. يا رب يا كابتن، يا رب يا كابتن. بشكرك كابتن، شكرا جزيلا. اكيد انا